كلمة باركيه احنا بنقولها بشكل عام على اي نوع ارضيات خشب، عشان كده لما بتروح تشتري بتتفاجئ ان في تفاوت كبير جدا في الاسعار. بمعنى تاني انك بتروح بتلاقي البياع بيقولك ان دي افضل حاجة من حيث الكواليتي ومن حيث السعر وطريقة التركيب والكلام ده كله، وبيشكر في الخامة اللي موجودة عنده، وكمان بيقولك ان السعر بتاعها ده سعر مناسب جدا. بتكلم حد تعرفه او بتسأل اي مهندس معرفة بيقولك لا السعر ده غالي جدا، ده انا مركب بسعر ارخص من كده بكتير، وبتفضل في حيرة ولخبطة بسبب تفاوت الاسعار اللي موجود في السوق ده. علشان كده بصفتي مهندس معماري وواحد من الناس اللي بتعشق الارضيات الخشب دي، هنتكلم النهاردة على كل تفاصيلها واسرار الارضيات الباركيه، سواء كانت خشب طبيعي او غير طبيعي، هنتكلم عنها بالتفصيل ونعرف ايه الفروقات اللي بتبقى موجودة بين الخامات وايه الفروقات اللي موجودة في الاسعار. وطبعا ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو ده، واعملوا لايك لصفحتنا على فيسبوك وعلى الانستجرام، وطبعا لو كنتوا ما عملتوش سبسكرايب للقناة اعملوا سبسكرايب للقناة عشان تشوفوا باقي الفيديوهات على طول وتبقوا مشتركين معانا، وشوفوا باقي الفيديوهات اللي قبل كده لو ما كنتوش شفتوها. معاكم مهندس معماري محمود الشامي. يلا، 80% او اكتر كمان من اللي بيشطبوا بيوتهم بيبقوا مقتنعين اقتناع تام ان الارضيات الخشب بتدي شكل شيك جدا وبتزود من قيمة الديكور اللي معمول في البيت. وطبعا ده اقتناع مظبوط تماما، لان في انواع ارضيات تانية، في الرخام، في السيراميك، في البورسلين، بس الارضيات الخشب بتبقى شيك جدا ومفيش حاجه في شكلها. في البدايه كل انواع الباركيه لما بتبص لها من فوق بعد ما تركب كده بتحس ان كل الانواع متشابهه، سواء كانت خشب طبيعي او خشب غير طبيعي، بتلاقي كله واخد نفس الباترن ونفس الشكل وما بتحسش بفروقات كبيره قوي ما بينهم. فعلشان كده عشان تعرف اي فروقات ما بينهم بتبص عليهم قبل التركيب، وتبص على الشريحه نفسها بتاعه الباركيه من الجنب، سواء كانت خشب طبيعي او غير طبيعي، بيبدا يبان لك ده نوعه ايه والماتيريال المستخدمه فيه ايه. احنا بشكل عام عندنا ثلاث انواع، ارضيات خشب طبيعي وارضيات خشب هندسي. الخشب هندسي اللي هو الانجينير دود، في منه طبيعي وفي منه صناعي، وارضيات خشب صناعي اللي هو اللامينيت او الاتش دي اف والاتش بي ال وكل الانواع دي. الخشب الطبيعي هو اغلى انواع الارضيات، لان هو بيتصنع من قطعه واحده من الخشب الطبيعي بنسبه 100%، ده معناه ان انت تقدر تتعرف عليه بسهوله جدا لما تبص على شريحه الخشب من الجنب، بتشوف تجزئات الخشب الطبيعي وبتبان لك كانها مقطوعه من الشجره. اكتر مميزات الخشب الطبيعي ان انت تقدر تعمل اشكال باركيه مختلفه، بحيث بترص قطع الخشب الصغيره بطرق هندسيه مختلفه، طبعا ده بيدي لك تصميمات كتيره جدا. للاسف مفيش اشكال باركيه زي كده في الارضيات الاتش دي اف، لان هي كلها عبارة عن شرائح أو ألواح بالطول، بس مؤخرا طبعا بدأ يظهر فيها الأشكال دي. الخشب الهندسي أو الإنجينير دود، أنا إلى حد ما بميل للنوع ده لأن ده أفضل شوية بسبب إن سعره متوسط والكواليتي بتاعه عالي، يمكن أقل شوية من الخشب الطبيعي بس أعلى من اللامينيت، وتقدر تعرف عليه بسهولة لما تبص على الخشب من الجنب كده، بتشوف مجموعة شرايح فوق بعض زي الخشب اللي هو اللي قلنا عليه قبل كده الكونتر، وشرحنا برضو في فيديو قبل كده هسيبه لكم في الاي فوق وهسيبه لكم في الديسكريبشن، كان بيتكلم على الفرق بين الكونتر والام دي اف، الفيديو ده هيبقى مفيد جدا ليكم. نرجع للخشب بتاعنا، الخشب الطبيعي بيبقى موجود زي شريحة كده من فوق، ومن تحت بيبقى في طبقة خشب صناعي، بيتلزق الطبقتين مع بعض بالغرق في اتجاه معاكس لزيادة القوة، وفي نفس الوقت يبقى فيه مقاومة للانحناء. المميز في النوع ده انه بيجمع بين مميزات الخشب الطبيعي والصناعي مع بعض، لان هو ليه نفس شكل الخشب الطبيعي بالظبط، والاهم من ده كله ان هنا انا وفرت في كمية الخشب الطبيعي، عشان كده سعر الباركيه اللي هو بقى الانجينير دود بيبقى سعره اقل من الاخشاب الطبيعية. الارضيات اللي هي اللامينيت اللي هي منها الاتش دي اف وباقي الانواع زي الاتش بي ال، الارضيات الاتش دي اف سهل جدا تميزها لان هي بتبقى رفيعة وخفيفة الوزن، طبعا مكوناتها زي ما هي باينه بالصوره كده، طبقه حمايه شفافه من فوق بيبقى عليها التكتشر او الباتر نفسه المطبوع بشكل الخشب، والخشب الصناعي نفسه اللي هو ال HDF، وطبقه سفليه دي بتبقى زي حمايه كده للخشب نفسه من الرطوبه. النوع ده بيبقى دارج في السوق بكذا اسم زي اللامينيت، طبعا لامينيت بيبقى علشان خاطر القشره اللامينيت اللي مطبوع عليه من فوق، او ارضيات HDF او اتش بي ال ايا كان، يعني نسبه لنوع الخشب الصناعي اللي هي متصنعه منه. طبعا في ناس كتير بتقول عليها باركيه، وده يمكن الاسم المتداول، هو طبعا ده مش الصح، لان الباركيه بيتصنع من الخشب الطبيعي، لكن كاسم سوقي او اسم دارج في السوق بيتقال عليه باركيه صناعي. طيب ايه هي الارضيات الباركيه اللي بتبقى عمر اطول شويه؟ انا بشتري حاجه في البيت فعايز حاجه عمرها طويل، حتى لو انا كنت بدور على حاجه اقتصاديه، بس برضه في الاخر
بهتم جدا ان انا ادور على حاجه يكون عمرها طويل. الارضيات الخشب الطبيعي سعرها عالي بس عمرها الافتراضي عالي جدا، والدليل على كده ان انت تقدر تشوف قصور تاريخيه في اوروبا ولسه محتفظه بالارضيات الخشب الطبيعي زي ما هي بالرغم ان عدى عليها مئات السنين، بس الفكره كلها ان بيتعمل لها صيانه باستمرار. صيانه الخشب الطبيعي تقدر تصين الخشب وتلمعه وتورنشه وترجعه جديد زي ما كان كانك لسه مركبه. الارضيات الخشب اللي هو الانجينير دود هو خشب زي ما قلنا الصناعي، بس الى حد ما عمرها الافتراضي اطول شويه من الارضيات ال HDF. HDF اقلهم في الكواليتي وطبعا اقلهم في العمر الافتراضي، يعني ممكن ماكسيمم 10 15 سنه هتلاقي الارضيات دي متهالكه تماما، لكن الانجينير دود ممكن تقعد اكتر من كده، ممكن تقعد ضعف المده دي. طبعا الخشب الطبيعي زي ما قلنا بيقعد مده طويله جدا، بس انا اللي بيحركني مش الكواليتي بس، طبعا ببقى مضطر ان انا اجيب نوع معين على حسب البادجت اللي معايا او على حسب السعر اللي انا بتحرك من خلاله. علشان كده لو بتعمل ديكور لمكان هتاجره مثلا، ايه الفايده ان انا اروح اجيب خشب طبيعي؟ ما انا الخشب اللامينيت اللي هو ال HDF هيبقى بالنسبه لي ده مناسب جدا لان هو اقل سعر. لكن لو انا بعمل بيت شخصي ليا او بعمل ديكور لبيت العمر مثلا وحاسس ان انا عايز اجيب اغلى حاجه وانضف حاجه، فطبعا الافضل الارضيات الخشب الطبيعي وبعديها النوع اللي هو الانجينير دود لان ده قوي التحمل وفي نفس الوقت سعره مناسب. لكن اذا الميزانيه تسمح اجيب اغلى حاجه يبقى الخشب الطبيعي اختيار ملوش منافسه، افضل اختيار واقوى نوع ارضيات. وبرضه لو هنتكلم على المتانه وقوه التحمل، الارضيات الخشب الطبيعي هي الافضل، لان انا كمان اقدر لو حصل فيها مشاكل بعد كده اقدر اعمل لها صيانه بسهوله جدا، وتقدر تشيل الشرايح اللي فيها مشاكل وتعالجها وترجعها تاني، وكمان اقدر لو حسيت بعد فتره ان الدهان بتاعه ما بقاش بكواليتي كويس اقدر اكشطه كله واصنفره ولمعه وياخد ورنيش ويرجع جديد كانه لسه راكب دلوقتي حالا. وطبعا الارضيات الخشب زي ما قلنا في الاول ان هي بتدي قيمه للديكور بتاع البيت وبتخلي الديكور فخم جدا ايا كان الفرنيتشر او الفرش اللي انت هتحطه، كفايه منظر بس الارضيات الخشب بيعلي من قيمه الديكور بتاع البيت. تاني حاجه هو امن جدا للصدمات بعكس السيراميك او البورسلين او الرخام، لو حد طفل مثلا بيلعب ووقع على الخشب بيبقى هو امن خامه ممكن تتعامل معاها مقارنه بباقي خامات الارضيات. وفي نفس الوقت الخشب الطبيعي ده بيدي دفء شويه في اوض النوم وفي الريسبشن عموما او في الشقه عموما مقارنه بالارضيات التانيه. وزي ما قلنا صيانته سهله وتقدر تعمل له صيانه دوريه باستمرار وتخليه يبان ان هو جديد على طول وكانه لسه راكب. الخلاصه ان انت لو عايز تعمل ارضيات باركيه في شقتك لازم تكون عارف ان في عندك ثلاث انواع متدرجين من حيث الكواليتي ومن حيث السعر. اعلاهم الباركيه الخشب الطبيعي، المتوسط في الكواليتي وفي السعر واللي بننصح بيه دايما الخشب اللي هو الانجينير دود، واقلهم اللي هو اللامينيت ال HDF او ال HBL. ولو عاوز تجيب اللامينيت مفيش مشكله، بس تشوف انواع تكون اوروبي وتكون ماركات معتمده وبكواليتي عالي. يا رب يكون الفيديو عجبكم ومفيد ليكم، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناه وشوفوا باقي الفيديوهات اللي قبل كده، ويا رب تستفادوا منها كلها. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.